Okay, section 5, this is the last section in this chapter, this important, very important chapter about functions. We'll study what we call one-to-one functions and the inverses. نبدأ, what do we call one-to-one functions? خلينا نشوف أمثلة. إذن شفنا in the beginning of the chapter, the blood type example, قلنا كل شخص, every human has a blood type. هنا O شغلة ثانية A إلى آخر A B and so on. كل متفق إنه كل واحد عنده blood type. وكل واحد عنده DNA بتاعه. مين ما يعرف شو معناه DNA؟ هذه نسمعها في الأفلام البوليسية كثير. DNA بالDNA. شو يسوي بها DNA في الأفلام البوليسية؟ مين يعرف؟ مين يتفرج؟ مين مغرم؟ عشان يعرفون المجرم. لا عشان يعرفون المجرم. عليك نور. ليش يستخدموا DNA وما يستخدموا البلاد تايب؟ قبل في التسعينات في السبعينات في الخمسينات كانوا يستخدموا البلاد تايب. لكن الحين صاروا يستخدموا DNA. ليش DNA تعطيك 99.99% نسبة انك المجرم؟ لكن البلاد تايب ممكن انت مظلوم. لانك كل شيء DNA مختلف. بالضبط. يعني مش عنا كم شخص عنده blood type O؟ ملايين, مش معقولش مليارات من الأشخاص. أوكي؟ كل شخص عنده blood type واحد, لكن blood type O مثلاً في ملايين الأشخاص عنده blood type O. لكن DNA كل شخص عنده DNA بتاعه, DNA هذه شخصية اللي هو زي ID. صحيح. هذا اللي نقصد به one to one. إذا أنت شخص ممكن تعرف الـ DNA بتاعك, لكن أيضاً إذا تعرف الـ DNA تعرف الشخص, يعني ممكن تروح وترجع. هذه إذا سويت الـ blood type, أوكي blood type O, ما مش ممكن ترجع عارفك اللي أنت. فهمت الفرق؟ هذه one to one وهذه not one to one. One to several هذه. أوكي؟ إذن هذه الفكرة. So the difference is that many people have the same blood type, but DNA is unique to each individual. And we can map backwards. لا, ممكن نرجع. إذن هنا ممكن تروح وتيجي. إذا تعرف DNA تعرف الشخص. هنا إذا تعرف عنده blood type O مستحيل تعرف الشخص. هذا هو الفرق. وهذا المهم. هذا اللي نسميه one-to-one functions. Okay? So, the map من الـ human للـ DNA حقه هذه it's our function F مثلا, لكن الرجعة راح نسميها inverse function, الدالة العكسية. اوكي, راح نرمز لها F inverse, راح نشوف. اوكي, اذا احنا الهدف بتاعنا متى ممكن نرجع, نعرف نرجع, وإذا نعرف نرجع كيف نحدد الشخص, كيف نحدد نقطة الانطلاق الأولى. أوكي, إذا متى ممكن نروح ونرجع. It's not always true. مثلا في الكوفيد الحين ممكن تسافر وتبقى هناك ما في رجوع. السؤال متى أقدر أرجع باكورد, والسؤال الثاني إذا أعرف أرجع باكورد كيف أحسب different parameters. So we start. We say that the function f is one to one. Meta, if for different input we have different output. هذا شو معناه one to one. إذا أنا وياك مختلفين, our DNA will be different. So if you have different input, you must have different output. If this is fulfilled, we say that F is one-to-one functions. It maps different elements to different elements. It maps different inputs to different outputs. مثلا, شو رأيكم في هذه؟ Is it one-to-one هذه؟ No. No, هذه is not one-to-one. مش شكل مبينة. ليش؟ لأن one and two are different. But
the output f of 1 is the same as f of 2. They both have the same output. So this is not one-to-one. مشكل one-to-one تكون مبينة. متى تكون one-to-one؟ لما يكون كل سهم ماشي العنصر واصل عنصر مختلف. هذه one-to-one. الاكس على علاقه بواي واحده والواي على علاقه باكس واحد. هذه 1 تو 1. هذه از نوت 1 تو 1. اتس ا فانكشن. هذه فانكشن. لانه سهم واحد خارج من كل عنصر. لكن حتى تكون 1 تو 1 لازم سهم واحد واصل لكل عنصر. اوكي؟ اذا لازم في الانطلاق سهم وفي الوصول سهم. تصير 1 تو 1. اف اوف اكس اكس سكوير از ات 1 تو 1 هذه؟ No. ليش no? لأنه هل تأخذ 2 is different from minus 2 لكن f of 2 كم هي نفسها f of minus 2 صح ولا لا؟ 2 بأربعة. So two different inputs have same outputs. So this function is not one to one. But it is a function. X square قلنا function. But it is not one-to-one. إذن نفس المثال هذا شو رأيكم فيه؟ Is it a function? Is it one-to-one function? هذه yes. one-to-one. So this is one-to-one. تعرف. هذا تعرف وين الأصل. The absolute value x plus one, is it one-to-one? No. Yes. أيضاً not one-to-one. لا. ليش؟ ممكن نعوض الاكس بسالب. موجب مثلا f of 2 كم تعطيك؟ 3. و f of minus 2 كم تعطيك؟ 3 also. شفت؟ same output for different input. Yes. اذا لما عندك output 3 ما تعرف انت الانبوت شو كان 2 ولا سالب 2 من المتهم؟ صح. واضح؟ So هذه square والabsolute value وهذم كلهم they are not one to one. فيه كما for function قلنا بش نعرف function ولا لا ممكن فيه graphic test ممكن مش شكل نعرف حتى for one to one function مش شكل نعرف كيف نعرف اللي function قلنا على function قلنا فيه test شو اسمه test إذا تتذكروا كيف كنا نقول اللي this is a function من الجراف كيف نعرفها؟ ال vertical test. ال vertical line test. إذا كان ال vertical line test شو يصلح؟ check if it's function, function or not or function. هذا ال vertical line test. الحين حتى نعرف one-to-one function or not ايش عنا؟ عنا horizontal line إذن هذه مثلا إذا نسوي الـ horizontal line شو رأيكم؟ Is it one-to-one? No. ليش؟ لأنه تقطع مرتين So, الرسمة هذه is not one to one. وقلنا احنا f of x equal x square is not one to one. So, يما من الاكسبريشن يما it fails to satisfy the horizontal line test. اذا ما تتلخبطوا ال vertical line هو ال function لازم تتأكد انه function first بال vertical line with a function سوي ال horizontal line حتى تعرف one to one or not. إذن هذه مثلاً is not one to one. ليش؟ لأن the horizontal this horizontal line crosses the graph in two points, more than two points. إذن شو رأيكم؟ x cube is it one to one? Yes. ممكن نعرفها من الجراف. كيف الجراف of x cube؟ كيوب قلنا تجي كده
So it's a function. Is it a one-to-one function? لازم نسوي horizontal line test. So all horizontal lines كم يقطعوا من مرة؟ مرة واحدة. يعني هذه yes one-to-one. Absolute value قلنا it's not one-to-one. خلينا نتأكد من الجراف. إحنا نعرف الجراف. كيف الجراف of the absolute value؟ زي ال V. زي ال V. Is it one-to-one? No. No. بل horizontal line test. كم يقطع؟ يقطع مرتين. So هذه not one-to-one. So عندنا two tests, vertical line test and horizontal line test. Vertical line test, تتأكد إنه function. تتأكد إنه function, تستخدم ال horizontal line test حتى تتأكد هل هي one-to-one or واضح ال one to one من اسمها مبينة one input one output one input سهم واحد ماشي وسهم واحد راجع هذا شو رأيك x minus one square كيف ممكن نرسمها هذه هل نعرف نرسمها على السريع طبق اللي هو الإزاحة بالضبط هنا shifting عنا x square وعنا shifting من x سكوير تيجي كده وهنا عندنا minus one داخل إذا shifting أي نوع هذا horizontal horizontal right ولا left right right برافو right one unit إذا هو الشكل الحقيقي هو هذا one unit وتزيح نرسمه بلون ثاني إذا هذه الفانكشن شو اسمها x minus one square is it one to one لا لا no. ليش لأنه سوينا الخط ما يقابل نقطة fails to satisfy فاشلة to satisfy horizontal line test هذه هل نعرف شكلها 2x plus 1 كيف يجي شكلها هذه خط مستقيم هذه مستقيم linear إذا ناخذ 2 points أعطيني 2 points x y إذا x 0 الواي بكم 1 إذا x 1 الواي بكم ثلاثة إذا 0 1 1 2 3 إذا وين الخط هذا؟ هو الخط الأزرق هذا هذه f of x 2x plus 1 is it 1 to 1؟ yes yes أي horizontal line تقطع كم مرة؟ مرة واحدة so هذه yes it is 1 to 1 لما ترسم ممكن تساعدك تساعدك كثير انه تجاوب على one to one or not one to one نمر للانفرس اذا قلنا one to one نحتاجها للانفرس نحتاجها انه نرجع لما نعرف الاوتبوت هل ممكن نعرف منين انطلقنا منين من وين جاي جواز صفر زي الدي ان اي اذا حصل جواز صفر يعرف الاي دي يعرف مين مالكها لأنه شخصية رقم التليفون شخصي كل حاجة شخصية one to one ممكن ترجع وتعرف مالكها لما ساهر يضبطك سرعة حتى ولو أخوك هو اللي في المقود لمين تجي للمخالفة صاحب السيارة تجي صاحب سيارة الله يعوض عليه أوكي لأنه بالنسبة لهم one to one صاحب سيارة ذيك سيارته ما يعني. أوكي so this is backward برقم السيارة يعرف الشخص إذن كيف نرجع هذا اللي نسميه inverse function function عندها inverse only if it is one to one إذا ما هي one to one ما نحكي على inverse أصلا okay so the inverse function exists only if
the function is one to one. وقتها ممكن نرجع back ونعرف الانبوت. اوكي اذا نسميها g هو في الاصل احنا نرمز لها f negative one. اذا هذه مش قوة هذه notation رمز. It's not a power. ما هو أس هذا؟ It's not a power. It's not an exponent. It's not 1 over f. Just a notation to say this is the inverse function. لترجعك من وين أتيت. هذه notation. ما تلخبطوا. It's not 1 over f. It's inverse. So if you have a candidate G, تحب تشغل المنصب هذا متاع الانفرس كيف نشيك عليها؟ لازم إذا نركب الكومبوزيشن اللي شفناها في البريفيوس سكشن. إذا تركب الاف على G of X كأنك ما تحركتش. لما تروح وترجع ممكن X Y وترجع للX كأنك ما تحركت في مكانك. إذا هذه الاف وهذه الجي الاف او جي راح تعطيني الاكس الاصلي كأني ما تحركت. لأن إذا ركبت الاف على جي لقيت هي الايدنتيتي so it's a candidate for the inverse. لكن المشكلة اللي قلنا it's not commutative. إذا لازم تحسبهم الاثنين لازم تركب الاف على جي تتأكد وبعدين تركب الجي على الاف حتى تتأكد. إذا الاثنين يعطيوك X this is the inverse. So هذه الطريقة الأولى متى نطبقها when can we apply it when we have a candidate. إذا يقول لي check هل هذا هو الانفرس of هذا بل ما نقدر نحصل بها الانفرس إذا ما عندي حتى معلومة. لكن إذا يجي واحد ويتقدم يقول أنا الانفرس we can't check whether it is true or not. وذكر it's just a notation. It's not 1 over f. It's f inverse notation. إذا الf راح توديني من a للb. إذا هذا الدومين of f هذا الانطلاق هذا الرانج of f هذا الوصول. لكن في الf inverse شو راح يصير؟ راح تنعكس. اللي كان هو الرانج of f يصير هو الانطلاق يصير هو domain of f inverse. واللي كان domain of f يصير هو range of f inverse. إذا نقلب هذا كان انطلاق هذا وصول بعدين لما نرجع يصير هذا departure وهذا arrival. Okay. So إذا f of a equal b إذا هذا الانبوت for f وهذا الاوتبوت فور اف. اذا نسوي الاف انفرس راح نعكس يصير هذا الانبوت فور اف انفرس وهذا الاوتبوت فور اف انفرس ولا هذا يصير ديبارتر وهذا الارايفل رحله العوده تقريبا. إذا الدومين of f inverse هو الرانج of f اللي وصلت بها من f تنطلقت بها في ال f inverse والعكس بالعكس الرانج of f inverse هو الدومين of f. ونذكر اللي ما نحكي على الانفرس إلا إذا عندي 1-to-1 function. إذا هنا عندنا a function f a mapping f. This is the departure. This is domain of f. This is the range of f. قال لي اعطيني f inverse of 5. تقرا f inverse. This is how we f inverse. This is how we read it. السؤال does it exist? هل عندنا f inverse؟ Can we define f inverse here؟ كيف نعرف؟
To define F inverse, the سؤال is F one to one or not? هل هي one to one function? Yes, it is. Yes, it is. شوفوا كل سام متجاهل عنصر واحد. So F is one to one. So F inverse exists. And we can't find it. The سؤال قال لك what's F inverse of 5? شو رايكم؟ 1 هو 1 إذن إذا F تمشي من يسار لليمين F inverse من راح تمشي؟ راح ترجع إذن هذه F inverse إذن F inverse of 5 equal 1 because F of 1 هو 5 قلنا there is a 1 to 1 relation between them. What is F inverse of 6? 2. F inverse of 7? 3. What is the domain of F inverse? 1. La domain. On the domain of F inverse, هو range of F. يصير هذا domain of F inverse. والرانج اوف اف اللي هو 5 و 6 و 7 اللي كان الرانج اوف اف يصير هو الدومين اوف اف انفرس. This is the departure for f inverse. This is the arrival. Then what is the range of f inverse? 1, 2, 3. بالضبط هو domain of F. يعني هو 1, 2, 3. So this is the relation between the two functions F and F inverse. شوف هنا قال لي show that this function G X plus 1 over 2 is the inverse of F equal to X minus 1. Then هنا شعنا عنا the function f, the original function. وعنا a candidate. عنا مترشح لمنصب ال inverse function of f. كيف نتأكد إنه هذا this candidate fulfill the condition that هو رجل مناسب في المكان المناسب. That it is the inverse. قلنا نركبهم على بعض ونشوف. لازم نحسب F O G of X. كيف نحسب ال F O G of X؟ نجي لل F. وكل X نعوضه بأقواس. لأن هنا X عوضها بأقواس. شو أحط داخل الأقواس؟ داخل الأقواس أحط ال G. واحسب كيف احسبها هذه؟ شو الخطوة الأولى؟ نضرب 2 بالقوس. نضرب 2 في القوس، لكن عندنا 2 في الفوق و 2 تحت، شو يصير؟ 2 على 2 we can simplify، شو يبقى؟ x plus 1 x plus 1 minus 1 كم؟ equal x. النتيجة لقيناها X، هذا اللي نحتاجه. لكن هذا ما يكفي. لازم نشيك على الثانية. G O F of X. لازم حتى هي نلقى في الأخير X. إذا الاثنين لقيتهم كنتيجة في الأخير X، نقول yes. F has an inverse. And the inverse is G. Okay؟ إذا G of F شو أسوي؟ أجي هنا للجي وكل ما عندي X أعوضه بأقواس. إذا شو راح تصير لي؟ أقواس زائد 1 على 2. وفي القوس هذا شو راح أحط؟ F F of X. أحط هذه ال F. 2X minus 1. وأشيل الأقواس وأبسط. هل ممكن كيف أشيل القوس؟ نعم في شيء أشيله على طول.
تعطيني هذه؟ 2x over 2. 2x over 2. و2x over 2 كم؟ 2x. إذا ركبنا الـ F على الـ G، ركبنا الـ G على الـ F، الاثنين أعطوني الـ Identity. What is the conclusion? The conclusion is that G is the inverse of F. Or G هي الـ F inverse. لأنه لما ركبتهم الاثنين أعطوني الاثنين أعطوني X. So this is the candidate. The inverse. This candidate is the inverse. مثال ثاني. Show that G is the inverse of F. بما أنه قالك show that يعني الجواب راح يكون yes دائما. Okay. إذن كيف نركب F أو G of X. Show F of G of X. قلنا كل ما في X عوضها بأقواس. I replace x by parenthesis. وشو أحط في البارانثيسيس؟ أحط g، أحط هذا. cube root of x plus 1. إذن if I remove parenthesis, cube root to the cube، شو يصير؟ يصير x plus 1. تروح الكيوب مع الكيوب root، شو يبقى؟ x plus 1. minus 1. minus 1 كم؟ equals x بالضبط، هذا اللي يحتاجه. الثانية نفس الشيء بس نحط ال x مكان ال x في ال g بالضبط. الثانية هنا هذا ال x في ال g يعوضه بأقواس، تصير ال cube root أقواس plus 1. شو أحط داخل القوس؟ حط x تكعيب ناقص واحد بالضبط. وبس تبدأ أشيل الأقواس. كم cube root of x cube؟ x cube أشيل x cube. إذن yes g is the inverse of f. بس دكتور سؤال، ليش نحط القوة شو اسمه إذا كان أس نحط له absolute value لازم؟ إيه absolute value. لا هنا فردية odd index no absolute value. لا لا إذا كان absolute إذا كان أس اثنين متكئ. لا أس اثنين ما تعطيني. لا قلنا أس اثنين ما نعرف اتفقنا إنه it's not one to one أصلاً ما عنده inverse. ليش حكينا عن أس ثلاثة؟ فهمت؟ عندك absolute value إذا ما عندك، لأنه عندك two cases إذا ما تضبط. يعطيك absolute value، absolute value of x is not x إلا إذا x positive في حالة واحدة. أوكي؟ إذا عندك additional condition. Finding the inverse. إذا هنا في المثال السابق أعطانا candidate. قلنا هذا candidate، قال لنا show that هذا is the inverse. إذا ما يعطينا يقول لنا find the inverse، ابحث تصرف. What is the inverse؟ تصرف لحالك. شو نسوي في الحالة هذه؟ في الحالة هذه نكتب y equal f of x، نكتب معادلة y equal f of x، نكتب equation علاقة بين الoutput والinput. then هذا الoutput y، هذا الانبوت x for f. حتى احصل f inverse شو اسوي؟ لازم اقلبها يصير x equal f inverse of y. اذا الفكره انه تكتب المعادله هذه وتحاول تعزل x، you isolate x. if you isolate x you find the inverse function. هذه الفكره. خلينا نشوف مثال. Find the inverse of the following function. قلنا هذه line تقريبا ما أدري كيف شكلها لكن تقريبا كده. It's one to one. It has an inverse. كيف نحصل الانفرس؟
الخطوة الأولى نعوض ال F بواي. This is the first step. بعدين لازم I have to isolate X. How to isolate X؟ ننقل كل ما هو X للطرف الثاني. إذا نبدأ بهذه. تروح هناك شو يصير؟ Y plus 2 equal 5X. بعدين شو نسوي؟ نقسم على 5. إذا X هي Y plus 2 على 5. هذا الصعب. صعب إنك تعزل X. لما عزلت X خلاص خلصنا. الحين we replace y with x and x with y. نغير الدور. إذا كان عندي x equal y plus 2 over 5. أغير بس الأدوار. أسمي هذه y وأسمي هذه x بدون أي تغيير آخر. وهذه راح تكون عندي ال f inverse of x. إذا هذه الطريقة كيف how to find the inverse of a given function. You write the relation between y and x and then you switch the roles. You isolate x. هنشوفو another example. Have find the inverse of this function. So first step, write the equation y equal 1 over x minus 1. Then try to isolate x. أول شيء to isolate x لازم يكون فوق، لازم يكون في البسط. هنا هو في المقام. كيف نطلعه فوق؟ في طرق عديدة. يا إما أسوي مقص. أضرب هذه في هذه وهذا في هذا. تعطيني y times x minus 1 equal 1 times 1. أشيل الأقواس y x minus y equals 1. When I, what do I want? I want to isolate x. كل ما اللي ما في x يروح للحد الثاني. إذا هذا لازم يروح هناك ويغير مكانه. شبقى y x equals y plus 1. بعدين كيف اعزل x؟ انا ضرب اذا اقسم على y. اذا x equals y plus 1 over y. I have isolated x, so I am done. What is the inverse function? F inverse of x هي x plus 1 over x. عوض أسميها هذه variable، أسميها y، أسميها x، أسميها كاف لام ميم نون، أي اسم، المهم the same value as input. إذا هذه صعبة شوية، لازمها تحتاج براكتس منكم، لازم تتدربوا عليها. خلينا نعيدها. إذا لازم find x in terms of y. أول شيء تكتب y equal in terms of x. لكن لازم الحين تعكس. لازم x in terms of y. إذا تحاول تعزل x. كيف تعزل x؟ تنقل الـ 2 وبعدين تقسم على الـ 5. عزلنا الـ x. We isolated x. So this is the inverse function. متعودين إنه دائما نستخدم x as input variable. بس ناخذها هي بدل ما نكتب y نكتب x. So it's x plus 2 over 5. This is the inverse function. كيف نشيك؟ إذا تركب الـ f على f inverse تلقاها x identity. الثانية نفس الشيء. نكتب y in terms of x. And then هذه طريقة ثانية. طريقة ثانية هنا بما أنه عندي بس قسمة وضرب. عندي x في المقام. شو سوى هو؟ يقول لك أنا أقلبها كاملة. أقلب الكل، أخذ مقلوب الكل. إذا أطلع هذا وأنزل هذا. صارت x سالب واحد يساوي واحد على y، قلبتها كلها. لكن الأفضل حتى ما تتلخبطوا
سوي خطوة خطوة، سوي مقص as I did، في الأخير you get exactly the same expression. صدقوني y plus 1 على y، هنا y plus 1 ولا 1 plus y على y نفسه. So this is the inverse function. الفكرة كلها تبدأ y equals f of x، بعدين تغير الأدوار، بدل ما ال y معزول، لا أنا نحب ال x هو اللي معزول. إذا حصلت x حصلت ال f inverse. If you isolate x you get on the other side the inverse function. This is the idea. عندنا two other examples. إن شاء الله تكون توضح بعد these two examples. إذا نبدأ بال a، إذا أول شيء نكتب y equals سواء بدل ما أسميها f of x أسميها y، سهل على الحال. والهدف إنه I isolate x، كل ما هو not x بيروح للناحية الثانية. الآن باش نبدأ؟ نبدأ بهذا بالنيجاتيف 1 نوديها هناك، لأنه لحاله يروح. شو يصير؟ y plus 1 equal x plus 5 cube. بعدين شو الخطوة الثانية؟ لازم أشيل الكيوب هذا، كيف أشيل الكيوب؟ نشيل الكيوب ناخذ كيوب روت، اللي يشيل الكيوب هو الكيوب روت. فاينالي هذا أوديه للناحية الثانية وعزلت إكس، إذن ماينس 5 بلس كيوب روت واي بلس 1. And I'm done. The inverse function f inverse of x is minus 5 plus cube root. سميتها الفاريبل x ولا سميها y على كيفي. X plus 1. This is the inverse. إذن تقريبا هي مش كلها مقلوبة، لكن عندي كيوب تقريبا في الانفرس عندي كيوب روت. عندي بلس 5 تقريبا عندي ماينس 5، فيه تغييرات اللي تشبه شويه، مش دائما لكن بعض الاحيان تعطيك فكره. الثانيه نفس الخطوات، these are the steps، تبع steps، دائما نمشي خطوه خطوه وتبع steps. x على x سالب 1، اذا هنا عندنا بسط ومقام كسر، شو نسوي؟ سوي مقص. إذا y في هذا x minus 1 يساوي x في 1. أشيل الأقواس yx minus y equals x. أنا شو هدفي؟ I isolate x. هنا isolated x لكن هنا عندي x كمان. لازم نجمع كل الاكسات في نفس الحد وبعدين احاول اعزلها. نجيبه من هنا هذا يصير لي yx minus x، وهذا ما في x ينتقل للناحيه الثانيه equals y. الحين عندي yx ناقص x، مين عنده فكره كيف نخرج من المأزق هذا؟ عامل مشترك له، عامل مشترك، برافو. عندي x common factor، شفنا الفاكتورينج، هنا ايضا راح نستخدم الفاكتورينج. اذا we are using all what we learned. اذا هذا common factor x يبقى y minus 1. y minus 1 برافو equal y. اذا عندي ضرب حتى اعزل x اقسم. وخلصت. Then what is the inverse of G? تلاحظوا هنا هذا بالحظرة G و G inverse هي نفس الفانكشن، هذه الانفرس متاعها هي نفسها، أوكي؟ لكن هذا بالحظ، هنا مختلفين. شوف هذا كيوب، هذا كيوب روت. المهم تكتب Y equals in terms of x
ولازمك تغير تعزل الاكس وتودي الكل من الناحية الثانية. إذا عرفت تسوي هذا عرفت الانفرس فانكشن. It's not easy but with some practice إن شاء الله تكون سهلة. You can master this. Okay. لازم you practice. هذه بالبراكتس تتعود عليها. إذا ما تطبقها مش راح تعرف تسويها. آخر نقطة في شابتر 5 we are almost done. الجراف الحين دائما نسويه الاكسبريشن اناليتيك اكسبريشن ونسويه بعدين الجراف. تعودنا الحين how to graph the inverse of a function. هل في طريقة انه I graph the inverse of a function directly بأقل مجهود؟ هذا هو السؤال. لأنه أنا الحين أعرف أحسبها وإذا عرفت أحسبها أعرف أرسمها. لكن هل ممكن بدون هك تشوفوا أنه أطلع الـ F inverse تحتاج مجهود؟ وهذه أمثلة مختارة وأنه نوصل نعرف في complicated cases اللي we cannot get the expression. صعب أنك تحل المعادلات هذه وتعزل الـ X. مستحيل. Okay, so what to do in these cases? ممكن graphically نرسم الـ F inverse وتعطيني enough information about this function اللي ممكن أقدر أستخدمهم في اللي أحتاجه. إذن the graphs of F and F inverse are symmetric في تنافر. لكن نوع جديد من السيمتري. احنا متعودين شو السيمتري اللي شفناهم؟ متعودين سيمتري على الواي اكسس كيف تكون النقطة؟ قلنا هذه يمين يسار مثلا النقطة هذه 2 3 سيمتري على الواي اكسس تعطيك ماينس 2 3 تغير لك الاكس. شفنا سيمتري على X axis اللي تغير لك ال Y تصير لك 2 minus 3. شفنا symmetry على origin هنا ولا reflection على origin تغير لك إشارات. هذم كل يغيروا لك إشارات. أنا في الانفر شو محتاج؟ مش أحتاج أغير إشارات، محتاج أغير أدوار. كان هذا ديبارتر وهذا الارايفل، هذا الانبوت وهذا الاوتبوت. I need the inverse. This is possible using symmetry with respect to this line y equal x. شو يصير when I use this symmetry with respect to the line هذه شاهدت y equal x؟ النقطة هذه مثلا كم النقطة هذه؟ هذه 1 0 1 0. وين السيمتري متاعها؟ 0 1 0 1. الوصول صار هو الانطلاق والانطلاق صار وصول. You switch the role. يغيروا أدوارهم. زين النقطة هذه مثلا كم؟ 1 2 3 1 صح؟ شو تصير هذه؟ 1 و 3 تصير 1 3 1. هذه هي السيمتري. تغير لك الاكس والواي. لما انت موجود على الخط واي ايكوال اكس يعني النقاط 2 2 لما تقلبها تبقى 2 2. إذا النقاط هذه ما تتغير. من أي نقطة أخرى 3 1 تصير 1 3 1 0 تصير 0 1. So you get the points وتوصل. This is how to get sketch of the graph of the inverse. إذا العلاقة هي symmetry. لكن which type of symmetry? It's a new type with respect to a line y equal. This is how to obtain the graph. مثلا هذا أعطاني الـ y equal f of x.
كم النقطة هذه تقريبا؟ النقطة هذه minus 2 1 كم تصير؟ 1 minus 2 1 minus 1 minus 2 لن تنزل هنا. والنقطة هذه minus 1 2 تقريبا minus 1 2 كم تصير؟ 2 minus 1 تصير 2 minus 1 تصير هنا. إذا كانت تمشي كذا تصير تمشي كذا. وشو صار؟ سيمتري على الخط هذا. اوكي so this is the idea by reflecting points غير ال x وال y. هذه هي الفكرة. إذا هذه 1 over 8 x cube هذه الشكل هذا. قال لك ارسم لي الانفرس وعطانا هذه ال y equal x هذا الخط اللي نسوي عليه الانفرس. شفت النقاط اللي هنا على الخط هذه راح تبقى ثابتة لأنه ال x equal y هنا ما تتغير. ناخذ النقطة هذه كم راح تصير؟ هذه شو كانت؟ كانت 2 1 شو تصير؟ 1 2 تصير 1 2 تصير هذه النقطة. ناخذ النقطة هذه كم هذه النقطة؟ minus 2 minus 1 شو تصير؟ minus 1 و minus 2 تصير minus 1 minus 2. إذن كل واحدة من جهة بالنسبة لل إذن كيف راح تصير الرسمة؟ راح نوصل هذا من هذه تروح كده وهذه تروح كده هي ما تطلع هنا نضبطها. إذن قلنا تمر من النقطة هذه تيجي للنقطة هذه تيجي للنقطة هذه تيجي للنقطة هذه. اوكي هذه على يسار الخط هذه على يمينه هذه على يمين الخط هذه على يسار هذه على يسار هذه على يمين. This is how to find the inverse graphically symmetry with respect to the line y equals x.